أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. نتابع وعلى مدى يومين حوار مع السيد إيهاب الشولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة دمك العقارية لإلقاء الضوء على وضع سوق العقارات في الإمارات بعد عامين من الأزمة. سيد إيهاب، أهلا وسهلا بك في برنامج اليوم على الحرة. كيف تنظرون إلى السوق العقاري الآن بعد عامين؟ صناعة التطوير العقاري في دبي بشكل خاص دخلت عام 2010 على دراية تامة أنه سيكون عام التحديات، ولكن عام 2011 إن شاء الله هناك تفاؤل كبير من الشركات التطوير العقاري وفي دمك بشكل خاص أنه سيكون عام أفضل. نرى أن أسعار العقارات في دبي استقرت، وصلت إلى القاع كما يقولون، ولن يعني هناك تكون هناك انخفاض أكثر في الأسعار الحالية. والحمد لله أعتقد أن هناك يعني وجدنا أن الربع الأخير من 2010 كان هناك ازدياد في عدد الاستفسارات عن المشاريع التي نقوم بتطويرها. هناك تفاؤل وهناك يعني نسبة كبيرة من المستخدمين النهائيين الذين يرغبون الآن في شراء وحدات تم الانتهاء منها أو شارفت على الانتهاء. سيد إيهاب، التفاؤل الواضح في تصريحاتكم وفي البيانات الصادرة عنكم أيضا، ما هي المؤشرات الإيجابية التي دفعتكم لهذا التفاؤل؟ هو تفاؤلنا بالنسبة للمنطقة كشكل عام، منطقة الشرق الأوسط وليس فقط في دبي، فطبعا هناك دول في المنطقة سوف يكون فيها نمو في المجال العقاري ودول أخرى سوف تكون مستقرة أكثر. فبالنسبة للشرق الأوسط إجمالا، هناك طبعا قانون الرهن العقاري الذي سوف يصدر إن شاء الله قريبا في المملكة العربية السعودية، أعتقد هذا سيعطي دفعة كبيرة للسوق العقاري. طبعا مصر سوق مهم جدا للمطورين العقاريين ولدمك بشكل خاص، لأنه هناك نمو كبير في عدد السكان المحلي. قطر طبعا حصولها أيضا على يعني كأس العالم لعام 2022 سوف يعطي أيضا دفعة للمجال العقاري، وإن كانت شركات سوف تدخل السوق القطري أو يعني بالنسبة للوحدات السكنية الجديدة التي سوف يتم إنشائها في قطر. فأعتقد هذه المؤشرات جميعها تعطينا تفاؤل وهناك يعني نوع من الحماس لي إن شاء الله. لكن إلى الآن في السوق الإماراتية لا توجد مؤشرات إيجابية تدعو إلى التفاؤل، فمثلا لم نلاحظ ارتفاع في نسبة التوظيف أو جلب عدد أكبر من العمالة. هل هناك تفاهمات بينكم وبين البنوك لتسهيل القيود التي فرضت بعد الأزمة على التمويل؟ نعم، بالنسبة للجزء الأول من السؤال، يعني أهم المؤشرات الإيجابية للسوق الإماراتي هو عودة شركة تمويل إلى الساحة ويعني عودتها بعرض فرص للتمويل العقاري في دبي وفي أبو ظبي بنسبة 80%، فهذا مؤشر إيجابي جدا. البنوك 2010 كانت يعني لا تمول بالشكل المطلوب، وكان هناك دعوة من جميع المطورين العقاريين إلى البنوك لي يعني فتح باب التمويل العقاري للمستثمرين حتى يعني ينشط السوق، ولكن إن شاء الله أعتقد ب 2011 سوف يكون هناك يعني ازدياد في عدد البنوك التي توفر التمويل العقاري. لكن احنا حاليا في محادثات مع عدة بنوك لفتح الباب أمام المشترين لدينا للحصول على قروض مقابل الوحدات السكنية التي تم فعلا الانتهاء منها، لأن هذا يعطي ثقة للبنك أنه لا سمح الله في حال عدم قدرة المشتري على إتمام البيع، لا عفوا إتمام الدفعات، يكون هناك وحدة جاهزة يمكن للبنك التصرف بها إن كان البيع أو تأجيرها للحصول على المبلغ المستحق. القوانين المنظمة للسوق العقاري هي عامل مهم لانتعاش السوق، خاصة للأمان والحماية التي تمنحها للمستثمر وللمطور. كيف تنظرون إلى القوانين التي سنتها ريرا هيئة التنظيم العقاري في دبي عقب الأزمة؟ طبعا ريرا لعبت دور هام جدا في استقرار السوق العقاري في دبي، ولولا تدخلها والقوانين التي سنتها على مدار العامين الماضيين بشكل خاص كان وضع السوق اليوم مختلف تماما. فهناك نوع من الاستقرار في السوق العقاري في دبي، وهناك حماية للمستثمر وكذلك للمطور العقاري. فلو فشل المطور العقاري في استكمال البناء في أي مشروع طبعا سيكون هناك ضرر على المشتري أو المستثمر، وبالعكس صحيح أيضا، المستثمر الذي لا يستكمل دفعات مستحقة عليه للمطور العقاري سوف يؤثر على قدرة المطور العقاري في استكمال البناء، مما يؤثر على المستثمرين الآخرين. هناك تشبع حاليا في السوق العقاري من ناحية الوحدات السكنية على شكل خاص، ومن ناحية الشقق بشكل يعني خاص أكثر. ولهذا السبب طلبت ريرا والمسؤولون في ريرا طلبوا من المطورين العقاريين أن يعني يتباطؤوا في تسليم الوحدات حتى يكون هناك نمو في عدد الطلب على الوحدات السكنية. ولهذا السبب طبعا كان دور المضاربين يعني في اشتعال الأسعار كما يقولون، يعني لعبوا دور سلبي على أسعار الوحدات، ولكن اليوم هناك استقرار في أسعار الوحدات السكنية في مناطق معينة.